تلج كده تلج كده تلج كده تلج كده. وانت تقدر تقدر باصرار فكر وحدك تفشل وتحتار. دار دارك مشكلة دار دارك حلها للإزعاج يحتاج دارات تفكير وعلاج. أوه 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 إنت دارك كله تفاؤل وكرم وإحسان. أوه 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 إنت دارك دار الحضارة وين روح تزوي بلك حرمة بعدين يبلك كلام هودي. سيحدث قريبا إن شاء الله يا عبيد. بس اللي بغيت بعرفه حاجة واحدة. مريم اللي فسحت ولا أهلها اللي فسحوا؟ وقت الصديق كلهم فسحوا. تخيل يا يابا زويته ونيبت منه بليل وأسميه قاري. فهمتها وشربتها شرب. أنت المفتش العام هنا نايبك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها متي بتصبون؟ كل شيء جاهز منتظرين السميت بيجي بعد شوي وإن شاء الله بكرة بنصب. طيب والبناية حق سعد عبرنا ما حد عمال يشتغلون فيها إلا المعلم مريض. معناته باش معلمين في البلاد إلا في معلمين. طيب ما أنا بيتأخر عملنا عشان معلم واحد. ولا يهمك إن شاء الله بكرة معلم جديد وعمل مستمر بدون توقف. انتبه شغلكم بإذن الله. ولا يهمك. على بركة الله. يلا تمام. شهي يابا. يا حيا يا حجر سهلة. حار شوفه حار حار. اوه مع بعده حر فيه. ايوه كلك حنظل اول شيء. ما حنظل يفكروني. اول شيء. بقول ليش. هالصاحبتش. حصلت لي شي شغل. حصلت لي شغل. اه. وين يابا الشغل. الشغال بالليان معدومة معاش شغال. ماشي. ايش رايك يابا يوم نشتغل عمبو قلبي في المكتب؟ اوه بعد اللي لقيناه فيه والله مستحيل نوظفش. تقول ها كيف تقول؟ ايوه ذاك بعد ذاك شي لقيناه فيه. يلا يلا عبيد. ايوه وقت واحد كوفي. مرحبا سعيد. ام سعيد هالتنين كوفي. اسمعها ايش رايك وقت واحد لين لين بطل في كوفي يا ام سعيد. خلاص خليها هالتنين لين. اسمعها بقولك انت تسيرنا حتى في الاكل والشرب. السلام عليكم. وعليكم السلام.
تفضل. عبيد. ايوه. لا تقفل الباب. طيب. تفضلي. هي نجيد الطباعة على الكمبيوتر وعندي دورة في السكرتارية. ممكن نشتغل معاكم. والله يا ريت. بس ماشي إمكانية. حتى بنص راتب. للدرجة هذه أنت محتاجة وظيفة. إيه والله. طيب بتشتغلين في مكتب كله رجال. والله ما دام المكتب محترم أكيد اللي في المكتب ناس محترمين. طيب خاف إن إحنا مش محترمين؟ وش عرفش أنت؟ والله الجواب باين من عنوانه. رفع التليفون شيخ سعيد. شيخ سعيد على الخط. خلي الشيخ سعيد تعال هنا. كتب اسمك ورقم التليفون. اكيد بتوظفها ان شاء الله. حلو الشيخ سعيد قلت له دحين بخليه يرد عليك. خلي الشيخ سعيد بعدين نتصل به. الوقت كله بعدين مشاكل. شكرا. شوف يا افضل شيء فيني شيء اداره ثاني. خير خير ان شاء الله. افضل شيء فيني شيء اداره ثاني. بالعكس يا عبيد، السيده مريه واهلها مفروض نكرمهم، مفروض نعزهم، لانهم هم اللي وصلوا نحن للعز ده. لولاهم ما خرجوا نحن من الصور دي للصورة دي اللي احنا فيها. السلام عليكم. وعليكم اهلا. وعليكم السلام يا حي وسهلا. اهلا 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 بالحبايب. اهلا بالحبايب يا حي وسهلا. يا حي يا حي يا حي وسهلا بكم. كيف الحال؟ طيبين؟ الله يسلمكم. الله يعافيكم. المانجا خلصت والبيبسي خلصت، باقي معانا الدهان. معوين ان شاء الله. ايوه. وش اموركم؟ والله خير. كلكم امس ما حد شافكم. امس كنا قليل على شغل. طيب بكره. طيب. ضروري تجونا. طيب. وانا بنيت في المكان بعد كل يوم. خلاص تمام. ولا يهمك. انتم بتضيعون بقى علينا. وش رايك في المنظر ده؟ لا كذب. لا ترفع. لا انفاض. لا ضيع بكره. طيب وش رايش في ابو قلبي؟ والله صراحة ابو قلبي كبر في عيني. كذابة وداخلة على طمع. والليه بتكون مريا صادقة؟ بس اني عندي احساس يا اخوي ان زواجك منها انتقام. والليه ما تسميني ورد اعتبار؟ هناك فرق ما بين الانتقام ورد الاعتبار. طيب والمطلوب؟ تروحين تخطبينها، اذا وافقوا اهلها بكرة يكون العقد. امر لله. ماريا تقولين بنسمع صوت العقد؟ لا لا صعب نسمعه من هنا. لك يا بنعرف انهم عقدوا. لقوا الصغيرين لقوا حقهم القراحات والقراصيع ودي بنسمع صوت العقد. لكن دحين ها صبر صبر صبر. يعني شو؟ عقدوا شيء عقدوا. الحمد لله. عقدوا. حلو. كلا لا تعذبني والا يلا ابو قلبي يلا وقع الزباط. حاضر دقيقه واحده. لا تعذبني والا ستترك المكلمه اذا ما في
شلون يا اصحابي؟ والله ما عايشين. سمي ايش رايش؟ ايش رايش نطلع معاهم الزفة؟ والله ده هذا ما عاد حصلت في العالم. سمي طلع معنا. لا 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 صعبة السيارة دي. ايوه خلاص انت طلع في السيارة هذه وانا بطلع مع اصحابي. خلاص خلاص في الدار. خلاص اوكي يلا باي. ابو قلبي يا ابو قلبي يا ابو قلبي وين معك Thank you.